ازيكم الشباب، رجعنا لكم فيديو جديد وحلقة جديدة معاكم عمر جيمنج. ايه السخافة دي؟ مش مهم، متنساش بقى تحط لايك وسبسكرايب وكده. مش هنطول عليكم اكتر من كده، تعالى نبدأ الفيديو على طول. وزي ما انتوا شايفين ما تأخرناش عليكم، زي ما انتوا شايفين احنا بنلعب لعبة ماريو فور ايفر. اللعبة دي لسه مش موجودة على مجرى البلاي، احنا مش عارف انا بقى اعمل ايه. حلو حلو كويس ماشي، اعمل كده كويس. تم عاديات التسييفات تمام. طب بنشوف القصة دي ايه. ما تنساش عزيز المشاهد لايك والاشتراك. بيقول لك a very long time ago in the vast beautiful land of toad the stool where ما بنتيش ده ولا ايه؟ يلا دول كرويين، دول ايه الهبد ده؟ يا شباب ايه ده؟ مين ده؟ كنت بشوفه ياما بس ما بعرفش اسمه ده. استنى افتكر اسمه كده، تقريبا حافظه، كنت متفرج على اليوتيوبر الكبار يعني كانوا بيقولوه بوزر. ايوه هو بوزر. حلو، لون جست اضغط هنا. حلو، المفروض بقى ماريو اللي هو يجي يحل. ماشي. لا 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 لا، دي تمكست سودا. انا خاف والله لا اجي انط. يا لهوي ده انت نطيتك عليه. يا رب يا رب. بس مش عايزين نقتل، عشان انا بصراحة لو قتلت بس هو ينفع ارجع نقتل نتصدم. حلو حلو عادي. لا لا حلو، انا مجمع 7 عملات. انا دلوقتي جمعت 8. يا لهوي يا رب اخدها تاني. بس حلو كده، مسيلش بقى لايك. تمام، تقريبا ما بقى كبير هو اللي بيعرف يكسرها براسه. القلقاسة جامدة. انزل تحت ولا اعمل ايه المفروض؟ طب نحاول. لا مينفعش. حلو، البوينت اللي هناك. حلو، يا رب يا رب يا رب. يا نهار اسود، مش عارف اللي هو الباور صغير بس كده. دي يا شباب بتبقى حلوة يعني لو كنا بنلعبها على الكمبيوتر. المفروض اعمل انزل انزل. حلو، ده في واحدة في السماء. خدت ولا واحدة فيه. التانية ايه ده؟ اخد التالتة. ابتدي اسمع. خد خد. حلو، يارب يكون مات. كويس جدا. يا لهوي حلو، قتلته. كويس جدا. حلو والله، ده بينط انت. ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ مش شايفين عدينا اول مرحلة بنجاح. زي ما انتوا شايفين بيقولوا لي من تحت لفوق، يعني هو جال تحت ونزل، قصدي من فوق ونزل تحت. فاحنا بيقولوا لي اضغط ستارت، بس انا عندي زد. فاحنا المفروض بقى نعمل ايه؟ هننزل في القاع. ربنا يستر.
حلو ماشي عادي. حلو حلو. ايه دي دي ايه دي تعملي دي بقى؟ والله انا خايف الا اتفزلك اروح انزل تحت. بسم الله يا ريتني ما اتفزلك. حلو حلو كويس جدا جدا. يا رب تطلع لينا تاني. تقريبا المرحلة ديت ما كانت على أتاري واحنا صغيرين. والله بتطلع حاجات غريبة أوي بطيخة. تتحمس. أنا آسف يعني يا شباب يعني اللي أنتوا شفتوه ده. يا نهار أسويح ده نطيته أكبر من نطة هالك يا جدع. بس 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 شلت. يا بنت اللذينة لذيكة. يا رب تبقى موجودة هنا برضو. يلا بقى نطت. يلا نطت هلك بقى يا معلم. حلو حلو حلو. و كويس يا رب. بسم الله الرحمن. انا عرس ود منيل. انا عرس ود. حلو يا لهوي ده انا جامد. مش بقى تحت. الله عليك يا حبيب والديك. يا لهوي اعمل ايه بقى؟ ايه ده؟ هو ده اللي بيطلع سنون؟ اعمل ايه بقى؟ زي حتة الباركور كده يا شباب. الحتة اللي بتيجي بس ده باركور ضعيف يعني. لا انا بحسب والله هتبقى في حاجة حلوة تبقى. خلصنا يا شباب المرحلة التانية. ايه ده كل مرحلة دي معايا 3 دقايق تقريبا. دقيقتين يعني عايزين اموت يعني. نشوف كم تشيك. حلو بتغيب. الحمد لله زي ما انتوا شايفين احنا وصلنا للحتة التانية. احنا كده لما خلصنا اللعبة تعالى نشوف. احنا كده خلصنا المنطقة وطالعين فوق تاني. بسم الله. برضه ما تنساش اللايك والاشتراك وتكتب لنا احلى تعليق عشان ده بيفرحني جدا جدا. عمر شاهد عليا وانا عندي فرص. يا نهار اسود انا فاضل لي فرصة واحدة. طب نحاول. يا رب انا اسيبهم يقعوا عشان انا لو روحت هناك ممكن اتفنش. تمام. يا رب يا رب يا رب. يا لهوي تاني. انا يا رب اخر فرصة. بسم الله. يا رب يا رب انا عايز افوز مش عايز اخسر. انا خايف جدا يا ابن اللعيبة. بس يا لهوي بس ايوه مش اللي انا عيد الاول. استغفر الله العظيم يا رب يا رب ما تقولوا لنا عيد الورد. نعم بصوا يا شباب انا دلوقتي اتشليت ماشي. فانا هقفل الفيديو على كده. متنساش بقى باللايك والاشتراك عشان ده بيفرحني جدا جدا وانت هتبقى اول واحد متفرج على الفيديو. انتوا زوروني ان شاء الله في فيديو جديد وسلام.